تمكنت الفرقة المتعددة المهام بالعقيدة عباس التابعة إقليميا إلى مفتشية الأقسام للجمارك بمغنية تمكنت من حجز ما يفوق 3150 كيلوغرام من مادة الكيف المعالج اللي تمت على مستوى الشريط الحدودي بعد ملاحقة لسيارة نفعية تمكن صاحبها من الفرار تاركا إياها على حافة الطريق بعد توقيفها وأخذها وإدخالها إلى الفرقة. وبعد وزن البضاعة تبينت الكمية التي تم التصريح بها سابقا.